الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، شرفت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. والله ما خلق الإله ولا بشر يرى كسيدنا ومولانا محمد بين الورى. ولقد صدق القاضي لما كان يترنم ويكسر من هذين البيتين وهما: ومما زادني طربا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا. أولا قولي دخولي تحت قولك يا عبادي، ثانيا وأن صيرت أحمد لي نبيا. شيئين اثنين كاد أن يجعلاني أطير من الفرح والطرب. دخولي أنا العبد الضعيف الفقير تحت قولك يا عبادي، وإذا سألك عبادي فبشر عبادي قل يا عبادي. هذه الياء ياء النسب نسبنا الله إليه جل وعلا، نحن عبيده سبحانه وتعالى، هذه التي جعلتني أقر من الفرح. وثانيا وأن صيرت أحمد لي، أننا من أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن محب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قرأ سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم في الألواح، قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة أناجيلها في صدورها، فمن هي؟ قال: يا موسى هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة يخطئون ثم يتوبون فتغفر لهم، فمن هي يا رب؟ قال: هي أمة محمد. قال: يا رب إني أجد في الألواح، وجعل يردد ويعدد فضائل أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر سيدنا موسى، قال: يا رب اجعلني من أمة محمد، اجعلني من أمة محمد. الأنبياء تمنوا أن يكونوا من أمة الحبيب. كيف ما نفرحوا احنا برسول الله؟ كيف ما نفرحوا بأننا من أتباع، نحن محمديون، نحن خلف راية الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم الذي أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من تنشق عنه الأرض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة مغلقة مفاتيحها بيد الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا يفتح باب الجنة حتى يفتحها رسول الله. كيف ما نفرحوش بأننا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل الأمم تأتي وراء أنبيائها، فتجد الرهط والتلاتة والفئة والقبيلة، وسواد أعظم هم أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد، أما ترضى أن تكون أمتك شطر أهل الجنة؟ فقلت: قد رضيت. يا حبيبي يا محمد، أما ترضى أن تكون أمتك ثلثي أهل الجنة؟ وقيل أن أهل الجنة 20 و100 صف، ثلثين من أمة النبي هي 80 صف، كلها من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب اللواء، صاحب المقام المحمود الذي يتمناه كل إنسان وكل نبي، ولكن ليس إلا لواحد، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا نفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أيعيبنا أقوام على شويتاي وشويقات وكي نمدحوا وكأننا جبنا جرائم كبرى وجرائم لا تغتفر؟ هذا شيء قليل، بل هو أقل من القليل من عرب المحبة تاعنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل إنسان يعبر عن محبته لرسول الله، فهذا الشيخ البصيري وذاك ابن مهيب وغيرهما عبروا عن محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب البردة وتسمى بالبرأة كان مريضا، فوقف على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فمسح بيده الشريفة موضع ألمه، وقيل أنه قد أصيب بفالج كما نقول الشلل، الله يعافينا ويعافي جميع مرضى المسلمين. فرأى سيدنا رسول الله في المنام فمسح موضع المرض، فقام صباحا كأنما لم يصبه سوء، فأنشد: الحمد لله منشئ الخلق من عدمه، ثم الصلاة على المختار في القدم،
أمن تذكر جيلا بلي سلام ما زدت دمعا جارا بأخلة يا سلام. كان فانيا في حب رسول الله، كان فانيا في حب رسول الله، أيعاب من كان فانيا في حب رسول الله. رسول حنت إليه الخلائق، رسول حنت إليه الحيوانات والطيور والوحوش، بل حنت إليه الجمادات. أفلا نحن إليه سوى الله؟ تقول للجمادات؟ نعم أقول لك الجماد جذع النخلة التي كان يخطب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخطب الناس على جذعنا قبل أن يصنع لهم منبر، ولما صنع المنبر تارك سيدنا النبي الجذع فسمع له أنين، كما روى ذلك عن أصحاب رسول الله، أنين حن إلى رسول الله، حتى ضمه صلوات ربي وسلم إلى صدره فسكن، وقيل أنه قال له: إن أردت أن أدعو الله سبحانه وتعالى لك أن تكون شجرة مونعة مخضرة مورقة لك ذلك، وإن شئت أن تصبر وتكون معي في الجنة، قال: بل أصبر وأكون معك. فدفن صلى الله عليه وسلم في مسجد الشريف. هذه جمادات لا روح لها، حنت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كرم الله وجهه: إني أعرف حجرا في مكة تعب ما مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه. الحصر تسلم على رسول الله، من أين عرفوا بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل نافذة وكل باب في الجنة إلا ومكتوب عليها محمد صلى الله عليه وسلم. البراق الذي جعله الله مركب الحبيب في ليلة المعراج، لماذا اختير هذا البراق؟ لما اختاره سيدنا جبريل من بين أنواع الحيوانات في الجنة قال له: يا براق أتدري لما اخترتك؟ قال: لا أدري. قال: بل تعرف. فسأله فقال له: يا جبريل وعزتي ربي، منذ أن عرفت أنه مكتوب على ناصية هذا الاسم، اسم محمد، إلا وأنا مشتاق إليه. فقال له: أبشر يا براق فأنت مركبه لي، اشتاق إلى رسول الله. وأكثر من هذا، خطيئة أبينا آدم لما أكل من الشجر وغضب الله عليه، ومن علامة غضب الله عليه أن كشف عورته وكشفت سوءته لما أكل من الشجرة في الجنة، وقعد يبكي بين آدم لما خرج من الجنة. أتدرون ما كان السبب والتضرع والتوسل إلى الله حتى غفر الله له؟ قال له، قيل بعد عام، قال له: يا رب إني أتوسل إليك بمحمد رسول الله أن تغفر لي. فغفر الله له. طول ثم سأله: يا آدم، من أين عرفت محمد؟ من أين عرفت محمد؟ وهو لم يخلق بعد ما زال. قال: يا رب، لما نفخت في الروح وسجدت بين يديك ورفعت رأسي فوجدت مكتوبا في ساقي العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تقرن باسمك إلا أحب الخلق إلي. قال: صدقت يا آدم، أما والله إنه وسيلتك وسيلة ذريتك، ولولاه لم أخلقك ولم أخلق الدنيا بأسرها. هذا رسول الله، هذا سيدنا رسول الله، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي جعلنا من أمة رسول الله.